المسألة أن بعض المؤمنين يوم الجمعة يصير عنده حدث جنابة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، قعد الفجر ومجنب، زين ايش بيسوي؟ بيصلي، هو قبل ما يصلي لاب شنو يغتسل، ادخل الحمام مرة، هو ملتفت أن يوم الجمعة وقال أنا الحين يوم الجمعة هم بغتسل غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة، وهل يكفي غسل واحد ولا مرتين؟ نقول لا يكفي واحد، يكفي تغتسل غسل واحد بنية غسل الجنابة وبنية غسل الجمعة وانتهت القضية. إذا سوى هالشيء حصل على الأجر. ومرة لا مو ملتفت ليوم الجمعة ناسي، زين أو هو ما قصد يوم الجمعة أصلا، بس أهم شيء يبي شنو؟ يغتسل غسل الجنابة، فهو نوى غسل الجنابة، اغتسل غسل الجنابة وصلى وراح شنو؟ رقد أو دخل الحمام، زين جي قبل الظهر قالوا اليوم الجمعة وأنا سمعت أن غسل يوم الجمعة مستحب ومؤكد وفي ثواب عظيم، إذا خليني أدخل أغتسل غسل جمعة. اغتسل غسل الجمعة، عقب ما اغتسل قال بعد خلص غسل الجمعة أنا سمعت قالوا أن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، وأنا قلد الخوي أو السستاني ما يحتاج. سيدة راح وين؟ صلى الظهر، صلى الظهر، بعدين سأل سؤال أو سمع هل أنا عملي صحيح أو غير صحيح. طبعا هذا العمل على رأي السيد الخميني والسيد الخامنئي أكيد غير خطأ، لأنهم أصلا يقولون لا يجزي عن الوضوء. على رأي السيد الخوي شلون؟ السيد الخوي يقول أصلا غسلك الجمعة هذا باطل ما الاعتبار. ليش؟ قال لأن خلاص أنت ما دام اغتسلت غسل الجنابة خلاص تحقق عنوان الغسل، لأن المطلوب طبيعي الغسل، المهم أنك تغتسل يوم الجمعة، غسل جنابة، غسل حيض، غسل نفاس، خلاص انتهى الموضوع، يعني أنه غير مشروع، فغسلك الثاني باطل. زين وانت نايم، مفترض نايم يعني لازم شنو؟ تتوضا، فمعنى انك صليت شنو؟ بدون طهارة، فصلاتك تعتبر باطل على رأي السيد الخوي. هذه المسألة اللي بينها. زين اللي قلد السيد السيستاني، السيد السيستاني يقول أنا ما أستبعد أن غسل الجمعة مشروع، لأنك ما نويته في البداية فهو مشروع مطلوب، ولكن احتاط احتياط وجوبي أنه ما يجزي عن الوضوء، يعني إذا بتغتسل لازم الأحوط وجوبة شنو؟ تتوضأ. أما إذا اغتسلت ولا توضيت شو الحكم يا سيدنا؟ قال الأحوط وجوبا أن تعيد الصلاة. فالنتيجة شنو هي حين؟ النتيجة أن أغلب الآن الفقهاء يقولون من اغتسل غسل الجنابة بعد طلوع الفجر، طبعا مو قبل طلوع الفجر، أما إذا قبل طلوع الفجر ما في إشكال، هذا إذا اغتسل غسل الجنابة أو اغتسل غسل الحيض أو اغتسل غسل النفاس بعد طلوع الفجر يوم الجمعة ثم اغتسل بنية الجمعة ولم يتوضأ فصلوات باطلة، لا بد أن يعيد الصلوات اللي صلاها بهذه الطريقة. هذه المسألة واضحة ولا لا؟ هذه المسألة البعض استغرب قال ما ندري عنها، احنا كنا نسويها بعض الأسابيع على الجنابة اغتسلنا وخلاص يوم وقبل الظهر نغتسل الجمعة ولا نتوضأ، شنو حكمنا؟ الجواب تجب إعادة الصلوات التي علمت بها.